انام وانا في الشارع ظروفي وحشه. ستات ولا الكنبه طلع لها دمامل؟ نعم 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 نعم، انت اللي بتقلسي؟ او النبي ستات. اه طبعا. اهي دي ست ودي وقعت منها. وقعت مني ازاي؟ والله وقعت غصب عنك، انت مش واخده بالك. اتعورت دم فوق ودم تحت وكدمه زرقاء في النص. ايه الست دي؟ اه والله. انت عايزه ايه يا ست انت؟ بس الحمد لله ان الشقه دي طلعت شقه الستات. آه. كنت خايفه اموت تطلع شقه الطلبه. لا مش طلبه، ستات. عايزه ايه بقى؟ هقول لك كل حاجه. انت ليه عصبيه؟ اتفضلي قولي. انا قاسي العجله بتاعت عربيتي نامت قدام البيت بتاعكم. آه. السواق وهو بيغيرها العجله الثانيه الاخرى نامت. آه. اصلهم كانوا سهرانين للصبح. هما مين؟ العجلتين يا عينيا. عجلتين سهرانين؟ آه. فقلت بعد إذنك يعني أدخل الحمام عندكم أخذ الدواء الفوار بتاعي وأمشي. ممكن؟ ممكن. حمام فين؟ قدامك أهو. ميرسي. بس بسرعة. ميرسي. إيه ده؟ نعم. إيه ده؟ عايزة إيه؟ أنتوا عندكم أربع حمامات؟ ليه؟ خلاص أخش أبو بانيو. بانيو إيه؟ إيه ده؟ الست دي يا نهار أسود، ده الشطافة بتاعته طويلة. إيه ده؟ إيه؟ لا لا لا، إيه ده؟ ما يصحش. إيه ده؟ إيه ده يا رشاش؟ آه. بوليس، أنتوا بتحاصرين يا عيني. اسكتي. اتنين أمناء شرطة وظابط وبوكس. يا دي النيلة. لا مشيني من هنا يا مدام. يا ريتي. أنا ست وحدانية أخاف على نفسي من الفتنة. أنت فتنة؟ أخاف على نفسي، ما أقدرش أقف وسط الرجالة دي لوحدي. تخافي على نفسك من ايه يا زحلفه انت؟ خاف على نفسي من الفتنه يا خنفسه انت. على اساس ايه؟ على اساس ان انا انثى متفجره الانوثه. في مستندات بالكلام ده؟ يا ربي، وانا همشي بالشهادات معايا ومع ذلك البطاقه اهي النوع انثى. ايه؟ انثى ولا اديداس؟ بتفرق حرفين يا. لا ده انت قليل الادب وانا مش واخده بالي. انا قليل الادب طبعا. قليل الادب. انا لما تهزقني في بيك وتبقى قليل الادب. ايوه. ايه ده؟ ايه ده؟ خلاص هتمد ايدك على واحده ست؟ انت مش متربي. والله انت ما تربيت ولا اهلك ربوك ولا اهلك ربوك. ولادك دول يا حاجه؟ نعم. هو انتوا تخلفوا وترموا في الشارع يبهدلوا بنات الناس؟ انت بنات الناس انت؟ ما البنات افكاري. انت كلام الناس الله يطلعك بره. احترم نفسك يا حسن. بره. احترم نفسك. خلاص يا خالد. ايه ده؟ امسكي يا وليه. والنبي لا اله الا الله. اخلعي يا مالطة عشان نشوف التاريخ. اخلعي. تاريخ ايه؟ تتلاقي في مقابر اثريه وحفريات محدش يعرف عنها حاجه. بعينك تشوف مقبره واحده بعينك. بعينك. على مر مش هرد عليك. هو دايما كده الشجره المثمره اللي زي العيال اللي في سنك يحدفوها بالتيوب. انت مثمره يا نص نقل مقلوبه انت؟ مثمره غصب عنك تحب تشوف؟ اثبتي. تعالى يا واد انت تعالى. ده عيل طايش. تعال. تعال. سمرة دي ولا مش سمرة؟ وعلى حيني فجأة. سبحان الله يا خالق، الزهرة في حضن الجبل من جوه. زهرة هو انا مديك صبار ده تفاح ده ما بيشوفش يا اختي. ايه الوليه دي؟ ما بيش. ما فيش حاجة؟ الله يسهل لك يا حبيبي. أي حاجة لو سمحت. الله يسهل لك، ما جيتش قبل ما أقفل ليه؟ سمر. سمر الله يسهل لك. خلاص سمر. ايه؟ خليك انت للمحصول الجاي. خلاص. محصول ايه يا ست انت؟ لو سمحت سمره. ما خلاص انا قفلت، ما ينفعش. طب اشمعنى هو؟ انا حره. لا مش حره. لا حره. لا قلت لك مش حره. ايه ده؟ في ايه يعني سمرتي معاه؟
تسمري معايا. اسمر ايه؟ ولا هي جت لحد عندي وما طرحتش مثلا؟ ايه يا وليه؟ مسؤول الري ولا لا شغل النصب ده مش عليا. نصب؟ نصب ايه؟ هو كان دافع عربون ونصبت عليه يعني؟ نصبت عليك في ايه؟ سمرة. مفيش سمرة. قلت لك سمرة. مفيش سمرة. اقول لك ايه؟ لا خلاص اديله اديله. اديله يعني ايه؟ سمرة. خلاص يا مجنون. يلا. طيب حاضر. لو نصبت عليك حياتك. طيب خليك يا مجنون. يلا. سمرة. طيب يا حبيبي حاضر. حاضر. سمرة. طيب. مش لسه هقطف؟ استنى. سمرة. هو انا يا اختي شايله صندوق ماشي افرق؟ لا صح. الله سمرة. طيب ما تتبخنيش وانا على الشجره. سمرة يا وليا. طيب ويا ريت بلح. بلح؟ نفسي بلح. خلاص اشوف لك في الشجره اللي جنبي. اقول لك خد تقاوي ازرعها زي ما انت عارف. خلصيني. طيب سمرة. خالد معلش اسف. سمرة خد الشجره بحالها يا اخويا. خد الشجره بحالها. الله يسامحك. طيب حاضر. يلا يا وليه. حاضر. يلا خلصينا. مش بدور على فرع طارح يا انت. يلا حاضر. سمرة ايه ده؟ ايه ده؟ شفت نتيجة الاستعجال؟ لو سبتني انا قيلك كنت حفرز واطلع. شفت؟ خد. لا طبعا دي خضرة. حطها في صدرك يومين تحمر. اتلمي يا ولية عيب كده عندنا شبان. ما فين الشبان دول يا اخي؟ يعني انت اللي ست قوي؟ ست الستات غصب عني. يا سلام. اي ده انت اللي زيك ماتوا من زمان خلاص. ما انا مت مرتين بس بجدد يعني. اي ايه مالك موتورك فوت ولا ايه؟ لا يا اختي لو فوت طلعت دخان اسود وانا ماشي. ده هم شويه هشاشه في العظام وبتعالج. خد ايدي. اوعى يا متوحش انت اوعى. يا تكميله معقد. ايه؟ تعالى يا حلو انت. انا حلو؟ ما شاء الله عليك. طالع ما حدش بيقول لك رايح فين. الكلام ده ليا؟ انا اصلا احب الطول قوي. يخشي يخشي عليك وعلى جمالك انت. ده انت حلوه قوي. اصل الطول بيبقى هيبه. يخشي عليك وعلى طعمتك. طعمه طعمه. بس باين انه في حالتك انت خيبه. بقول لك ايه؟ ايه؟ تعرف تطير؟ يعني ايه؟ خدني وتطير زي العصافير. ايه يعني اعمل ايه؟ يعني يا 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 كوكو جامبو يا 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 كوكو جامبو يا 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 يلا بينا يلا هوب يلا. استنى 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 استنى. زرافة قتلت غوريلا. هو ده قانون الغابة. يا خرابي. ستي شبان خطفوني في العربية وطلعوا على المقطم. انت السبب. يا لهوي. مش انت اللي عشان تتفسحي زي العصافير؟ قلت له زي العصافير مش زي الحنين يا اختي. يلا بس حر. ده فكني فكني خالص. ده انا لسه طالعة من الاجنس. الحمد لله. قدامي سنة عبال ما اتربى تاني. الحمد لله رب العالمين. ما بتعرفش تسوق قول لي. مش اول خروجه تعمل حادثه يا سمكين. ده انت سكر. الله يسكر اهلك واحد واحد. تعال. الحمد لله قدر ولطف. الحمد لله. سيب الحلقه يا اخويا. اسف. ايه النيله دي؟ ايه التقريبه اللي ملهاش لازمه دي؟ الحمد لله. يا واعيه. ايه؟ ندردش بقى شويه. نقول كلمتين كده. انت مالك في ايه؟ يعني نعرف ايه النظام برضه. نظام ايه؟ يعني نتعرف في ايه؟ يعني ايه ايه؟ طب ايه ايه انت ايه؟ يعني فنادق ولا طرب ولا ايه نظامك برضه؟ طب بقول لك ايه؟ كلميني انا. كلميني لو انت شكل الحانوتيه. كلميني شويه عن نفسك. هقول لك ايه؟ يعني انت مخطوبه
ولا متراقبة ولا إيه؟ لا أنا ممكن أهزاك احترم نفسك. ليه بس؟ لا ما أحبش كده. إحنا بندردش. ما أحبش كده. طب بقول لك إيه؟ لا. مخطوبة؟ لا. متجوزة؟ لا. أمال أنت إيه؟ أنا مصاحبة. والله؟ يعني ممكن تصاحبيني؟ أيه؟ ايه؟ يخرب بيت العنف اللي انت فيه. انا عملت عنف؟ ايوه ما بتعرفش تتعامل مع ستات ابدا. ليه؟ انا عندي لومباجو. عندك ايه؟ لومباجو. طب ما انا عندي تويوتا ما اشتكيتش يعني. تويوتا ايه؟ لومباجو. لومباجو ده ايه ده؟ ده غير عرق النسا. انت اللي زيك يا مدام ما يقولوش عرق نسا. استحاله يجي له كبل نسا، جنزير نسا، اي زباله في الكون غير عرق النسا. الدفا اصلي وشك. الدكتور قال لي هي فتله نسا، اخدها لك بالملقاط. قلت له سيبها تاخد العين. يعني بسم الله ما شاء الله عندي ديسك ولومباج وعرق نسا. وان شاء الله في 1/9 هيجيني الروماتيزم. رقصه دي يا مدام ولا ايه؟ انت فرحانه؟ فرحانه قوي. احب الروماتيزم قوي. يا سلام. قوليلي انت اسمك ايه؟ عبد الحفيظ. وبيدلعوني بزغزة تيكاوي. اشمعنى تيكاوي؟ اي صفارة انزل على طول. ايوه جاي. ايه في ايه؟ بقولك ايه؟ نعم. انت اسمك ايه؟ عبد الحفيظ. وانت اسمك ايه؟ اسمي قاسم. عاشت لساني. بس انت عنيف قوي قاسم. ليه؟ اه والله هذا اللي بدلعك. الله يخليك. بقولك ايه يا زغزة؟ نعم. انا نفسي ازورك. اجيلك اكلمك في التليفون اي حاجه. ده الكارت بتاعي. في اسمي ورقم تليفوني وعنوان البيت. ميرسي قوي. هجيلك. يا ريت تدي زمايلك في المدرسه. مدرسه؟ انا دلوقتي في الجيش يا زازا. اديني الجيش كله. يا خرابي على سجن. بس ابعتهم لي دفعه دفعه. يا ولية. بقول لك ابعت المدفعيه الاول. في يا ولية. بعديهم على طول الفرسان. ايه ده؟ قاسم. نعم. بلاش بتوع المشاه. ليه؟ بيبقوا تعبانين من المشي. كنت بتمشي؟ قاسم. نعم. بلاش كمان بتوع الحرب الالكترونيه. مالها؟ هيشوشروا يا اخوي على سمعتي. سمعتي عسل. عسل. ايه ده؟ ايه؟ يخرب بيت العنف اللي انت فيه. يا ولية انا عملت عنف. والله انت عنيف قوي. طبقت المقصات. ولذلك يا مريم من هنا ورايحه بحريصه قوي في الملفات. انت اسمك مريم؟ اي. عاشت لسامي يا مريم. انا عندي بنت شبك بس مش عايشه معايا، عايشه في الحبشه. ليه بتشتغل هناك يعني؟ لا فاشر، دي في سجن النساء بتاع الحبشه. بصي انا دلوقتي داخله على ملف اهو. بصي ايه ده؟ ايه يا وليه الخلاعه اللي انت فيها دي؟ دي مش خلاعه يا عينيا. امال ده ايه؟ ده فجر. يا حسني مره واحده؟ يعني بسم الله ما شاء الله، فجر وديسك ولومباج وعرق نساء. وان شاء الله في 1/10 هيجيني التهاب المفاصل. وليه الافرع البشري على نفسك ليه؟ ده انا حاجزه ودفع عربون لالتهاب المفاصل. هيجيبهولي من لندن. اشمعنى؟ بيقولوا بتاع لندن حلو قوي يا قاسم، يخلي الواحده مننا تطرقع وهي شكا 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 شكا. ممكن تطرقعي بعيد عننا؟ يلا مع السلامه. يلا يلا امشي امشي بقى. يا طنط مالك؟ انا طنط؟ من ساعه ما شفتيني وانت مقهوره. مفروسه. مالك؟ يا الحلاوه دي بايديا. دي بتاعت ربنا يا عينيا. اصلك احلى مني. طبعا مادونا بتتحرك قدامي. مادونا؟ تعالى انا وانت نقف قدام مرايه واحده ونشوف مين اللي هيتف على نفسه الاول. تعالى. ولا انا ولا انت، المرايه هي اللي هتف. يلا هتف علينا احنا الاثنين. يلا 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 مع السلامه. باي باي. باي باي. اقف عندك يا وليه. انت مالك؟ محدش هيتحرك من هنا قبل لما يجي بسلامته الوكيل. يا دي الوكيل. ويسدد الدين اللي عليه. ودينا فلوس. قلنا لكم مش موجود، لما يجي هنبعتها لكم. يا ريته كان هنا واتضرب بالنار وخلصنا منه. انت ما عندكش دم؟ لا. ايه ده؟ عيب عليك، انت الكبير بتاعنا. عيب. ايوه عيب عليك يا معقد. انت على فكره يا باشمهندس الوكيل ده مش نصاب. لا لا خدها مني. بتدافع عني ليه يا ماما؟ هو هو بس ظروف وحشه. انت تعرفيه منين؟ انت مالك اعرفه منين؟ لما كلمك تبصي لي انا. الله اكبر. انت هتعدي بره في ايه؟ اوعى حد فيكم يقرب من الوكيل. الوكيل ده الكبير بتاعنا، ده السند، العون، الحمايه، ده ملجانا وقت الشده. واذا كانت على الديون اللي عليه دي فاحنا كلنا جزء كبير قوي منها. عندك حق يا مريم. يا ريت كان معايا فلوس يا وكيل وانا كنت اديتك وسددت ديونك. بس للاسف انا مستعمر. خالد انا عايز حد يتبناني عشان ما ترغيش كتير. اعمل معروف يا خالد. والله لو اتقلبت انتوا الاربعه جنيهات هصرفه. حرام عليك يا راجل. حرام عليك انت. ده الكبير. الكبير عليك انت خالد. يعني وكيل نيابه؟
ايه الوكيل اللي طالعين بيه السما ده؟ انا مش فاهم يا اخي. طب ما انا قدامك اهو، ما ينفعش كبير عيله؟ لا ما ينفعش. رئيس يا مدام؟ لا ما ينفعش. زعيم يا انسه؟ لا ما ينفعش. اي حاجه ما ينفعش. اضربه بالنار قدام عينيكم؟ اخرس، ما تقولش كده على الوكيل. ايه يا وكيل ساكت ليه؟ ما بتردش عليه ليه؟ كرم اخلاقي، تاريخي الطويل معاكم وتحمل مسؤوليتكم يمنعنا نرد على واد حاقد بالطريقه دي. يعني اكدت ولا نقتلك؟ اقتل. لا شيل ايدك من عزيناك وحطها في مناخيرك يا فحل يا جعان. مريم عندها حق، وانا ساعه الجد الجد الحقيقي لازم اقف وقفه رجاله، عشان احنا طول عمرنا رجاله وبنقف وقفه رجاله. وريني وقفه الرجاله. اجري. انا هدفع جزء من ديون الوكيل. هدفع جزء من ديون الوكيل ليه؟ عشان احنا طول عمرنا رجاله وبنقف وقفه رجاله، ومالناش دعوه بالنسوان. وروني وقفة النسوان. ينيلك لسه حلمي تاني. ادي شيك اهو، همدهولكوا تروحوا تصرفوه، تروحوا تصرفوه عشان انتوا عيال. طول عمرنا بني ادمين بنحس ببعض، ما احناش كلاب ولا حمير. وروني وقفة كلاب. سامع حاس يا كل العالم يا كل الناس، انا يعني هن يعني هدفع يعني هدفع يعني من ديون يعني الوكيل يعني. وسمعني سلام للوكيل وللشيك بتاع حيلش. تتلالا للا تتلالا للا تتلالا للا تتلالا للا. مبسوط مني؟ فضحتي امي. وانت عشان سلفيني قرشين لازم تديهم لي بفرح. اه طبعا لازم الناس تعرف. لا تعرف ترميهم في حجر العروسه؟ ايوه بس عارفه يا بنت هند. وربنا في النهايه واقف الجدعانه منك. لو احنا يا اولاد العم واقفين جنب بعض وقفات الجدعانه دي ما حدش في العالم كله يقدر علينا. سيبيه سيبيه انا مش عايز اقف معاك. سيبيه بوك ربنا يهديه. سيبيه. يلا 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 انتوا كمان خدوا فلوسكم مع السلامه بقى. انتوا عدوانا لو سمحتوا. جاتكم نيله. فاضي يا اسطى؟ تحت الرابعة. ماشي يا وكيل. ماشي يا وكيل. أو كده يا وكيل اضحك ولا يهمك. تعالى أفرجك بقى أنا اشتريت إيه. لسه بتصرف فلوسك على الخردة؟ لا هتعجبك قوي. بص لا النحية دي النحية دي. لو جدع بقى تقول دي إيه؟ دي؟ آه. فرشة سنان. لا. إيه دي؟ دي كاميرا. بتصور دي؟ آه صورنا كلنا مع بعض يلا. بكام دي؟ دي بنص مليون جنيه بقى. يا لهوي. في إيه؟ يا لهوي عليكي وعلى العبط اللي أنت عايشة فيه يا هند. ليه عملت إيه؟ يا بنتي فلوسك حرام عليكي. صحيح انت ما بتعبيش فيها وبتلاقيها في الارض بس خليها تصعب عليك. ادي ولاد عمك اللي محتاجين لك. ترى يا شحاتين ما انا مدياكوا شيك اهو. شيك ايه بس يا هند؟ انت عارف انا جبتها ليه؟ ليه؟ عشان نفرح ونتبسط ونتصور صوره تذكاريه كلنا مع بعض بنحب بعض. يلا انا ومريم. لا 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 بس عليك يا مريم. انا وانت يا اسف. البنت دي فيها حاجه عجيبه. سيبك منها نتصور ونغزهم يلا. لا بصي طب هروح اشوفها بس. لا عشان خاطر. طب ما تشيل يا ادي اسف. صورنا صورنا. انا وانت وهند. لا في اول مؤتمر بينا نبقى نتصور يا وكيل. طب تعالى بس نتصور احنا الثلاثه. اه صور.